جولتنا عبر أبرز الصحف الصادرة اليوم بأمريكا الجنوبية نستهلها بيومية كلارين الأرجنتينية، والتي أفادت بتمديد قيود الحجر الصحي السارية في الأرجنتين منذ منتصف أبريل إلى غاية 21 من مايو في محاولة لكبح تفشي الموجة الثانية من وباء كورونا. اليومية سلطت الضوء على الإجراءات التقييدية التي فرضتها الحكومة الأرجنتينية، لا سيما حظر التجول الليلي وتعليق جميع الأنشطة الاجتماعية والرياضية والعمل عن بعد وتعليق التعليم الحضوري. وإلى يومية أوغلوبو البرازيلية التي أفادت بأن وزير الصحة مارسيلو كاروغا أكد أنه سيتم تطعيم جميع السكان ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري، وذكرت بأن عدد حالات الوفاية الناجمة عن الفيروس تجاوز 400 ألف حالة، في حين بلغ عدد المصابين 14 مليون ونصف. وأضافت أن البرازيل التي تمكنت من تطعيم 16 مليون شخص ضد الفيروس ستبرم قريبا عقدا جديدا مع شركة الأدوية فايزر لتلقي 100 مليون جرعة إضافية. أما في البيرو فأفادت يومية بيرو بنتي أونو بأن المرشحين للانتخابات الرئاسية بيدرو كاستيو وكيكو فيجيموري اتفقا على إجراء مناظرة بمدينة تشوتا الواقعة بشمال البلاد. ووفق الصحيفة فإن كاستيو الذي كان اضطر إلى تعليق أنشطته بليما إثر مشاكل صحية سيحل بتشوتا مسقط رأسه، حيث دعا فيجيموري لإجراء أول مناظرة غير رسمية. وننهي جولتنا في الصحف من بوليفيا بيومية سيلدبير، والتي كتبت أن رئيس مجلس الشيوخ أندونيغو رودريغز أعرب عن رفضه لشجب وإدانة البرلمان الأوروبي للاعتقال التعسفي والغير القانوني للرئيسة الانتقالية السابقة خينين أنياز واثنين من وزرائها وسجناء سياسيين آخرين.